اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. هيئه قناه السويس اعلنت انها سجلت اعلى ايراد شهري في تاريخ القناه بقيمه 704 مليون دولار، وكمان سجلت اكبر حموله صافيه شهريه 125.1 مليون طن، وده كان خلال شهر يوليو اللي فات. خلونا نعرف التفاصيل اكثر من الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. صباح الخير عليك سياده الفريق، ولو تكلمنا عن الاسباب اللي يعني ادت لهذه الطفره وتحقيق اعلى ايراد في تاريخ القناه. طيب خلينا نقول ان احنا قناه السويس بقى لها فتره يمكن من يناير 22 واحنا في تصاعد كل شهر يبقى ازيد من الشهر اللي بعده، لغايه لما قفلنا السنه الماليه في 30 يونيو اللي فات دوت باعلى ايراد في تاريخ قناه السويس 7 مليار دولار. شهر اغسطس وشهر يوليو بيكمل نفس التقدم اللي احنا شغالين فيه، وده لاسباب عديده منها طبعا اول حاجه عشان يبقى اولا ان احنا قناه السويس الجديده بقى عندنا قناتين، بقت تستوعب عدد من السفن ما كانتش مستوعبها قبل كده القناه القديمه لوحدها، فكنا بنستوعب حوالي 42 سفينه قبل كده، دلوقتي بنوصل ل 80 سفينه او 85 سفينه. يعني يوم 29 يوليو اللي فات ده من 3 4 ايام كان في عبور 85 سفينه بحموله 5.6 مليون طن. يعني قصدي دي البدايه ان لولا قناه السويس الجديده والمشروع القومي اللي اطلقه السيد الرئيس وكان قاطره المشاريع من 2014 وافتتحنا في 2015، لولا ان قناه السويس الجديده ما كناش احنا نبقى قادرين ان احنا نستوعب عدد السفن الكبيره ديت ونستوعب الحمولات الكبيره. يعني توصل دلوقتي الحاويات ل 240 الف طن السفينه غطس 17 متر ونص 24 الف حاويه، كل الارقام دي احنا ما كناش نقدر نستوعبها لو كانت ما كانتش موجوده قناه السويس الجديده. بعد كده المشاريع الاخرى بقى اللي احنا شغالين فيها على طول والخدمه اللي احنا متميزه اللي احنا بنقدمها للعملاء، زي احنا المشروع طبعا اللي في ال 40 كيلو اللي في الجنوب اللي احنا شغالين فيه، والسياده الرئيس برضه كان قال شوفوا القطاع الجنوبي مشكلته ايه ويعرض عليا وننفذ على طول، وفعلا عرضنا على السياده السنه اللي فاتت في مايو واتصدق على تطوير المشروع بزياده العمق وزياده العرض بتاع القناه وقناتين تانيين في القناه في البحيرات المره الصغرى اللي هم ال 10 كيلو دول. فبالتالي ال 40 كيلو دول احنا بنعملهم خدمه للعملاء، يعني مش هنجني منهم ثمار مادي سريع يعني، لكن تقدم خدمه عمال. دي الجزء اللي كان حصل فيه المشكله بتاعت ايفر جيفن، هو القطاع ده صعب شويه، الانحرافات فيه كبيره والتيارات صعبه فيه، فبالتالي اللي انت بتعمله ده بتحسن نسبه الملاحه في الجزء ده بنسبه 28%. الحاجه الثالثه ان نقلات البترول خلال الشهر ده زادت جدا بنسبه حوالي 60%، والغاز الطبيعي زاد بنسبه 31% نظرا للازمه الاوكرانيه الروسيه. كل دي عوامل خلت ان احنا يبقى الايراد الشهري لشهر يوليو من اعلى الايرادات الموجوده في القناه. طيب سياده الفريق، رغم الظروف العالميه وحركه وتاثر طبعا حركه التجاره العالميه، لانه حركه الملاحه في قناه السويس الفتره اللي فاتت كانت زايده، ماذا قدمت القناه للشركات العالميه عشان تزيد حركه الملاحه بالشكل ده؟ الحمد لله زي ما حضرتك تقول احنا الحركه عندنا زايده، احنا بنقدم طبعا بنقدم خدمه متميزه، بنقدم قناه اقصر طريق لرباط رابط الشرق بالغرب تاخد 11 ساعه بدون توقف، بنقدم كمان امن قناه موجوده في العالم بتامنها القوات المسلحه المصريه كلها، بتقدم بعض الخدمات اللي هي زي القطارات وزي ال 16 محطه اللي بتطول القناه اللي بتبقى دايما كل منهم كل محطه منهم ماسكه السفينه وبتسلمها للمحطه اللي بعديها وبتوجه السفينه دي على السرعات بتاعتها وعلى المسافات اللي موجوده فيها وعلى خروجه على خط السير، كل دي حاجات اهتمامات بالمركب. بتقدم مرشدين على اعلى درجه من الخبره والكفاءه، بتقدم سواء عمال رباط او عمال انوار للتعاون مع السفينه دي. يعني احنا بنقدم خدمه، نقول احنا بنقدم خدمه متميزه في قناه السويس. طيب سياده الفريق، ارتفاع اعداد ناقلات البترول اللي مرت في قناه السويس بنسبه تقريبا 60%، الاسباب ورا ده؟ والاسباب طبعا واضحه، لان الحرب الاوكرانيه الروسيه البترول والغاز كان بيطلع من روسيا واوكرانيا بيروح لاوروبا ما بقاش موجود، وبالتالي استعاذت عنه بالبترول والغاز اللي جاي من الخليج، وده طبعا الممر الاساسي بتاعهم هو قناه السويس. فزادت عدد السفن بتاعت الغاز بالذات والناقلات البترول، ودي اللي يمكن زادت بنسب كبيره ادت برضه للزياده اللي احنا بنقول عليها. عظيم، إذن تسهيلات بتقدمها القناة لكل الشركات وتيسيرات
كمان بتقدم لشركات النقل، والأهم من ده حضرتك أشرت لنقطة غاية في الأهمية وهي التأمين، مسألة إن الشركة اللي بتنقل عن طريق قناة السويس هي مؤمنة طول ما هي بتعبر من القناة، ودي حاجة تطمن كل الشركات العالمية. صحيح، دي نقطة مهمة برضو، حاجة مهمة كمان برضو إن إحنا بنشوف السوق، حالة السوق عايزة إيه، وممكن نقدم حوافز، ممكن نقدم تخفيضات نظرا لأن السوق في اهتزاز أو في عدم انتظام يعني. فبرضه احنا بعيننا دايما على العميل، نشوف طلباته ايه، نشوف الامكانيات بتاعته وقدراته ايه. المهم ان احنا دايما بنحافظ ان احنا العملاء بتوعنا، مش بس العملاء، والعملاء اللي مش بتوعنا عشان يجوا يمروا عندنا في قناة السويس ما يمروش بطريق اخر، بنقدم كل ما نملك نقدر نقدمه لهذه السوق. عظيم. طيب سيادة الفريق، التقارير الملاحية واهتمامهم بالطفرة الكبيرة اللي حصلت في معدلات العبور المختلفة للسفن في القناة. طبعا هو خلي بالنا ان احنا دايما كل البيانات بتاعتنا دي بتنزل على موقع الهيئه والعالم كله بيتابع. وحقيقه ان احنا برضو عايزين نقول ان الحادثه بتاعت ايفر جيفن اللي كانت السنه اللي فاتت في مارس دي، يمكن ركزت اكتر ان العالم كله على اهميه قناه السويس وقدرات قناه السويس وقدرات العاملين في قناه السويس، ان انت تطلع مركب سفينه بالضخامه دي شحطت من المقدم والمؤخر وقفلت القناه، عليها كانت 222,000 طن وكان عليها 18,000 حاوي، مركب كبير 400 متر وعرضها كان 60 متر وعرضها 15 متر ونص. فانت برضه في ست ايام عين الخبراء كلهم اللي متخصصين في النقل البحري ومتخصصين في الانقاذ العالمي قالوا الموضوع من ثلاث شهور لست شهور. وبعدين حصل ايه بقى، ان سفن كبير جدا فضلت واقفه مستنيه قناه السويس تتفتح، يعني في 422 سفينه كانوا موجودين في الغطس الشمالي والغطس الجنوبي منتظرين. لو كان في برضه عايز اقول لو في طرق بديله ما كانوا سابوا المكان ده وانه راحوا، لان ما كناش عارفين امتى احنا نقدر نفتح قناه السويس. لكن فضلوا 422 سفينه متواجده، في سفن لغت الابحار بتاعها من الموانئ بتاعتها لغايه ما قناه السويس تتفتح. فدي برضه ركزت اكتر قوي على ان قناه السويس فعلا هو اهم شريان موجود، والناس اللي موجودين في قناه السويس يعني عندهم الحميه ان القناه دي تبقى شغاله مظبوط، وان يعدوا العملاء بتوعهم بسهوله ويسر، وان لو حصلت مشكله زي دي بيقدروا يتصرفوا فيها ويخلصوها في وقت وجيز. دي برضه من ضمن الحاجات اللي بتخلي في زياده عدد السفن وزياده الاقبال على قناه السويس. طيب هل بنتابع باستمرار حركه التطوير اللي بتحصل في النقل البحري عالميا؟ طبعا احنا يعني عندنا طبعا اداره التخطيط دي متابعه، عايز اقول 24 ساعه الشيب بيلدنج، التطورات في النقل، حجم البضاعه اللي بتتحط على السفن، زياده عدد الصفوف على السفن، السفن دي بتمر منين، مين اللي بيمرش من قناه السويس وما بيمرش ليه، بنتصل بيه ونعرف. في متابعه يوميه وفي اتصال يومي وفي دراسات شغاله على طول عشان تقدر اذا انت ما درستش وما شفتش السوق هتبقى انت بعيد، يبقى كل قرارك مش مظبوط. فالحمد لله احنا بالدراسات دي قراراتك حتى لما تيجي تعمل زياده او تعمل تخفيضات بتبقى دراسات مظبوطه، لان طبعا اللي قدامك بيدرس برضه، يعني قدامك ما بتقولوش كلام بياخده كده، لا بيدرس يشوف الكلام ده مظبوط ولا لا، ولا في طريقه بيقارن كمان وبيقارن. فطبعا الدراسه دي زي ما حضرتك بتقول لا على مدار الساعه شغاله، ولينا ناس متخصصين ودارسين كويس جدا على فكره بره، بياخدوا دورات كبيره جدا وكتير على طول في الحاجات دي، وكل دوره جديده تحدث اللي بعتهم يدرسوها ويشوفوا ايه اللي بيحصل في التطور في السوق وفي التجاره العالميه. طيب كمان يعني بالتوازي بيتم العمل على مشروع تطوير وتوسعه قناه السويس، اخر ما تم في هذا؟ طبعا شغالين كويس الحمد لله، احنا باذن الله هنخلص ميعادنا، احنا شغالين توك المخطط، تخلص ميعادنا ان شاء الله في يونيو اللي جاي زي ما عمر سياده الرئيس 24 شهر، يمكن مايو اللي فات اخر مايو اللي فات السنه اللي فات يعني. فاحنا شغالين، احنا حققين دلوقتي حوالي نقول 40% تقريبا انجاز، 35 ل 40% انجاز في هو المشروع ده، مقسوم لقسمين، قسم في بحيرات المره الصغرى ده بنعمل فيه ازدواج 10 كيلو، يعني على قناه السويس الجديده بدل ما كانت 72 كيلو قناتين هتبقى 82 كيلو، والجزء الثاني اللي هو 30 كيلو الثانيين اللي هم من 132 ل 162 ترقيم القناه، ده احنا بنعمل توسيع 40 متر للشرق وبنعمل تعميق من 66 قدم ل 72 قدم. ده المشروعين شغالين او الجزئين شغالين تقدم كويس جدا مش طبقا للمخطط، وخلصنا حوالي 95% من احواض الترسيب والاعمال التكسيه اللي موجوده على القناه برضه، اللي ده شغل متوازي مش بس عمليه تكريك، لا انت كمان تشتغل على الجنب بقى على الضفه نفسها، ان انت تعمل عمليه تكسيه للجنب ده الجديده على بعد ال 40 متر، وبتعمل احواض ترسيب تستقبل ناتج التكرير من الكركات اللي موجوده في المايه. لا شغال كويس المشروع الحمد لله، وان شاء الله نخلصه معاده، وهيشعر الاباطين المراكب الاجنبيه بتحسن
الملاحه في الجزء ده بنسبه حوالي 28%، يعني نقول ثلث تقريبا. عظيم. طيب اذا في زياده في الارباح، في اعمال تطوير بتتم، وفي نفس الوقت في حركه الملاحه فيها زياده وارتفاع، في زياده في الارباح، هل نتوقع ان احنا نوصل لنهايه هذا العام بهذا المستوى؟ والله يا استاذ محمد احنا نامل ان احنا نحقق اكتر باذن الله، يعني احنا على 7 مليار بنطمح ان احنا نوصل 7.5 ل 8 مليار دولار في اخر السنه ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس على وجودك معنا النهارده.